أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلة في أسبوع. حلقتنا اليوم طبعا راح نتكلم عن دوري الدرجة الأولى. دوري الدرجة الأولى من ثلاث أقسام، طبعا بعد ما اجتمعوا الأندية مع الاتحاد خلوا النظام الدوري هذا الموسم من ثلاث أقسام. لكن الحين احنا قاعدين نسمع أن في بعض الأندية قاعد تدس كتب يبون يغيرون نظام الدوري، يبون يسوونه أن في مربع. ما يصير، يعني مدام أن الدوري أنت اعتمدت الدوري ثلاث أقسام، إذا لازم يكون الدوري ثلاث أقسام. يعني ما يصير لاعب ألعاب قوة تقول له سباق 200 متر ويركض أول 100 متر، بعدين تقول له ترى غيرنا السباق، ترى السباق تغير صار 400 متر. خلاص نظام الدوري ثلاث أقسام، اعتمد أن ثلاث أقسام، إذا لازم يتم على ثلاث أقسام. خلونا نتكلم عن مباراة نادي الكويت واليرموك. الكويت طبعا متصدر من غير أي خسارة، هو وكاظمة والغدسية. مباراة الكويت واليرموك، الكويت فاز على اليرموك 90-57. خلونا نشوف مباراة الكويت واليرموك في دوري الدرجة الأولى. فريق الكويت باللون الأبيض واليرموك باللون الكحلي أو الأزرق الداكن الغامق مثل ما نقول. أحمد المطيري ثلاثية ناجحة، والمطيري افتتح التسجيل بالفترة الثالثة بثلاثية، رابع ثلاثية يعادل اليرموك، الفريقين بأربع ثلاثيات، المطيري بخمس نقاط فارق 20 نقطة، 47-27 مقطوعة سريعة للخباز، والخباز راح يعملها دنك. يا سلام يا الخباز، يا سلام يا الخباز، عمل له دنك بشكل جميل، الدنك الثاني للخباز في هذا اللقاء، 16 نقطة لحسين الخباز. نواف عبد الله 49-27، أربع نقاط متتالية لفريق الكويت. حمد الزامل دخول و ايضا تصويبه كانت من فهد صلاح، ضاعت فهد الضفيري الخباز، فهد ثلاثية تضيع، فهد صلاح ضايعة من الزامل خارج الملعب. طبعا هذه واحدة من الشغلات اللي احنا نقول يعني تعب الفريق، يعني الكرة سهلة تضيع من يد اللاعب. ثلاثية عن طريق عبد العزيز الفضلي، ثلاثية قريب من الخط، شوف هل هو لامس الخط. خامس ثلاثية لفريق الكويت، 52-27، بداية قوية في الفترة الثالثة لفريق الكويت. والجمعة المتألق بالبلاك شوت، مقطوعة من نواف عبد الله قبل ما ياخذها أحمد المطيري. نواف عبد الله، سعود الفارس، ثنائية وتضيع، شوف ثلاثة من الكويت، خطأ على حمد الزامل، خطأ. رميتين لناصر المطيري، ضاعت الأولى 28-52، وسجل الثانية، ثلاث نقاط ناصر المطيري اليرموك لفريق اليرموك. عبد الرحمن الجمعة مقطوعة من العنبر أو عبد الله عنبر إلى خارج الملعب، لعبها بالشمال الخباز، أيضا المتألق الخباز صاحب 19 نقطة حتى الآن في هذا اللقاء، 55-29. الزامل فهد صلاح بدون تركيز من فهد صلاح، تضيع وفرصة ثانية للتسجيل، مقطوعة من نواف، واحد على واحد الخباز والزامل، والخباز تضيع والمتابعة من الفضلي، لكن أيضا تضيع، وأنا شايف الزامل مصاب لكن الحكم اعطى فرصه وسجل، الان يوقف اللعب. يسجل نواف عبد الله نقطتين، خمس نقاط لنواف عبد الله، هذا نواف عبد الله شوف استغل
الدخول وسجل نقطتين، وحمد الزامل شايفه مصاب خلف يستحق رميتين. أحمد سعود يسجل الأولى، 7 نقاط أحمد سعود، 6 بالفترة الثانية، وأول نقطة له بالفترة الثالثة، وأول مشاركة له الموسم هذا مع فريق الكويت. انتقل طبعا هذا الموسم من القادسية إلى الكويت. 57-31 ثلاثية عن طريق سعود الفارس المتألق في اليرموك، 4 ثلاثيات له في المباراة، 5 لليرموك 4 لسعود. فهد الضفيري ضايعة، سعود لكن أقرب لي، أحمد المطيري حاول يلعبها فريق اليرموك، هجمة سريعة فاست بريك لكن مقطوعة من جانب المطيري. أحمد المطيري تلمس نواف خارج الملعب. 57-34 5 دقائق و14 متبقي و15 ثانية متبقي على نهاية الهجمة. هاي ثلاثية سعود، ثلاثية الرابعة لسعود الفارس، عنده 15 نقطة، ما عنده ثنائيات، 4 ثلاثيات و3 رميات من 4 مسجل، هو أفضل مسجل في اليرموك. عبد الله الشمري، راشد رياض، سالم العندي، راشد رياض حاول يلعبها، راشد رياض لأحمد سعود خارج الملعب. 57-34 كل فريق عليه خطأين حتى الآن. فهد صلاح، سعود الفارس، سعود بداياته كانت بنادي القادسية وانتقل لليرموك، ثلاثية من سعود خارج الملعب، تلمس الخط أو أي شيء خارج الملعب، طبعا تعتبر خارج الملعب. راشد رياض، عبد الله، سالم العنزي، سالم، راشد رياض، مقطوعة من سعود الفارس، طاحها من راشد رياض، نواف عبد الله اليرموك، نواف، سعود، ثلاثية من سعود، تضيع، أقرب لي عبد الله الشمري، عبد الله لراشد رياض، نقطتين، 4 نقاط، راشد رياض. 59-34 بدأ الكويت يبتعد أكثر، اليرموك مضيع 4، الكويت مضيع رميتين حتى الآن. ضاعت الثانية أيضا. نقطتين لعبد الله الشمري، هذا عبد الله الشمري، أول نقطتين له في المباراة. لعبها سالم العنزي بشكل جميل، سجل منها مخالفة على علي المعيوف. 6 مباراة 5 مباريات فاز فيها، وهذه السادسة الآن هو متقدم فريق الكويت. فهد الضفيري دخول ناجح، دخول سهل وسلس، يسجل الأولى، أول نقطة له بالفترة الثالثة، عنده 9 نقاط 10 نقاط الآن، 11 نقطة لحمد الزامل، وعنده 4 رميات سجلها جميعها، وعنده 3 واحدة و82، 11 نقطة للزامل. 36-63 عبد الله الشمري، احمد سعود، عبد الله الشمري، يا سلام، نقلات جميله ما بين الاثنين، ما بين احمد سعود وعبد الله الشمري، هي عبد الله الشمري في سله اليرموك، شوف هذا احمد سعود عادها لعبد الله الشمري سجلها بشكل. شفنا مباراه الكويت واليرموك واللي فاز فيها الكويت على اليرموك 90-57. في المباراه الثانيه كانت بين نادي الجهره مع نادي كاظمان، مباراة حلوة، قدم الجهرة أيضا مباراة حلوة، انتهت المباراة بالتعادل 76-76، لعبوا وقت إضافي الأول وفاز نادي كاظمة على الجهرة 85-84. خلونا نشوف مباراة كاظمة مع الجهرة في دوري الدرجة الأولى. كاظمة
كاظمة من الفرق المتصدرة بالدوري مع الكويت. كرة مع أشكناني، يمرر إلى البلوشي تحت السلة، يحاول يسجل البدر، وأول نقطتين، أول نقطتين لفريق نادي كاظمة عن طريق عبد الله جمال البدر. عبد الله جمال البدر أول نقطتين. بدر العثمان، بدر العثمان يحاول يحط ثلاثية، ياخذها أشكناني إلى البلوشي، البلوشي إلى البدر، البدر، البدر ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية، البدر تضيع، كرتين يضيعون من البدر تحت السلة، وفي فاول، فاول على فارس الفضلي، فارس الفضلي فاول. شوف الكرة هني، كرة البدر، ضاعت الكرة الأولى، أخذها أيضا مرة ثانية، متابعة حلوة، لكن أيضا تضيع منه الكرة الثانية. كرة مع بدر العثمان، الجهرة عثمان إلى السهو، شاري السهو، تمريرة وتطلع الكرة أوت، أوت لمصلحة كاظمة، أوت لكاظمة. البلوشي، أحمد البلوشي مع الكرة، حاول يمرر إلى البدر، عبد الله جمال، البدر تحت السلة، يا سلام عليك، يا سلام عليك عبد الله جمال البدر، طبعا حاليا يدرس في امريكا، وايضا قاعد يمهد انه يلعب في الجامعات الامريكيه، نتمنى له التوفيق. عبد الله جمال البدر هو حاليا في الثانويه ويحاول انه يكمل بالجامعه، وايضا يكون من لاعبين كره السله في الجامعات الامريكيه، نتمنى له التوفيق. عبد الله البدر، هذا عبد الله البدر، تمريره حلوه الى الرجيبه، 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 يحط له نقطتين، محمد ناصر الرجيبه، محمد ناصر الرجيبه يحط له نقطتين ايضا لفريق نادي كاظمة. شوف هذا الرجيبه، هذا الرجيبه يحط له نقطتين. البلوشي، كره مع المطيري تحت السله، ويحط له نقطتين على الطاير، عبد الله البدر، عبد الله البدر، عبد الله جمال البدر. شوف شوف على الطاير، على الطاير، لعبه حلوه، عبد الله جمال البدر، والسعه، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا العثمان، بدر العثمان، دخول كره لمصلحه كاظمه. البلوشي الى البدر، البدر مره ثانيه الى البلوشي، احمد البلوشي مع الكره، مرر يشيلها، شوف السهو، يا السهو، عبد الله توفيق حاول يحط له دانك، لكن اللاعب المشاغب، شوف 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 المشاغب، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا السهو، يا المشاغب، خلاص راح اسميه اللاعب المشاغب مشاري السهو. والكره مره ثانيه مع البلوشي، البلوشي الى المطيري، المطيري يحط له نقطتين، بدر المطيري اول. الجهره تحت سله كاظمه، بدر العثمان، بدر يمرر الى مشاري، الى المشاغب، كرة مع مشاري، السهو، 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 السهو يحاول يمر، يمرر الى العثمان، العثمان ما يسجلها، ياخذها البدر الى البلوشي، البلوشي، البلوشي يمرر مرة ثانية لعبد الله توفيق، البدر، البدر ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية، شوف عبد الله المطيري الى تركي، تركي، تركي تضيع مرة ثانية مع كاظمة الكرة. كرات ضايعة من الفريقين، كرات ضايعة من الفريقين، والاستعجال بالتصويب والتمرير وتحت السلة الفضلي ضايعة. البدر يا البدر، البدر يا البدر، شوف عبد الله جمال البدر، لعبة حلوة، لعبة حلوة من البدر، يحط له نقطتين عبد الله جمال البدر. 11 نقطة مسجل لحد الآن عبد الله جمال البدر. شاري، مشاري السهو، ياخذها مره ثانيه نواف، تطلع الكره اوت، تطلع الكره اوت لمصلحه الجهره. عبد الله المطيري الى بدر العثمان، العثمان ما يسجلها، ياخذها البلوشي، احمد البلوشي، البلوشي، عبد الله جمال البدر، البدر، تطلع الكره اوت، فاول، فاول، حكم الدولي محمد السبتي يقول في فاول على تسعة على المشاغب، على المشاغب مشاري السهو. شوف شوف هني حكم صفر، قال في فاول على مشاري السهو،
هذا الفاول الرابع على الجهرة، راح يكون جزائي فاول رميتين بعد الفاول الرابع. حكم عابر العابر، البدر الى البلوشي، البلوشي مره ثانيه للفضلي، فارس الفضلي يحاول يمر ويمر يمر على السله، الفضلي ياخذها مره ثانيه يكملها مره ثالثه، ياخذها مره ثانيه عادل نافع، عادل الى تركي، تركي تركي وفي فاول، فاول نقطتين الحاكم عابر العابر، نقطتين نقطتين، شوف الحاكم عابر العابر حسب، شوف في فاول وفي نقطتين وفي شوف شوف هني تركي حاول يسجل، شوف هني الكره بعد ما طلعت فوق الحكم حسبها ان عبد الله توفيق عرقل الكره، عرقل الكره عبد الله توفيق، حسب نقطتين، حسب نقطتين، وايضا في رميه اضافيه تضيع من تركي، خذها مره ثانيه تركي، تركي تركي الى بدر العثمان، بدر بدر العثمان تمريرة وعادل نافع هجمة سريعة ياخذها تركي، تركي تركي يقطع كرة حلوة، السلام عليك يا تركي، عبد الله المطيري والضيع ياخذها عادل نافع المطيري، يا سلام عليك يا سلام عليك يا عبد الله المطيري، بدأ الجهرة. الوقت الإضافي الأول خمس دقائق فقط، خمس دقائق وتعادل، انتهت المباراة بالتعادل وخمس دقائق، اشكناني يحط له ثلاثية، اشكناني يحط له ثلاثية، تشوف محمد اشكناني يحط له ثلاثية في بداية الوقت الإضافي الخمس دقائق الأولى، ويحط له ثلاثية ويتقدم كاظمر، يتقدم كاظمر، تركي الشمري إلى بدر العثمان، بدر يحاول يمر، يحاول يمرر، يمرر تحت السلة إلى عبد الله المطيري ما يسجلها، ياخذها عبد الله البدر، البدر وتطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي كرم. تمريرة سريعة اشكناني، فاول 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 على الصندلي، فاول على الصندلي، الفاول الرابع، الفاول الرابع على نايف الصندلي، أربعة فاول، جزاء الفاول رميتين، الفريقين عليهم طبعا كان عليهم خمسة فاول. أشكناني يسجل الرمية الأولى، يسجل الرمية الأولى، أشكناني راح يرمي الرمية الثانية، أشكناني الرمية الثانية تضيع، تضيع من أشكناني الرمية الثانية، ياخذها تركي، تركي إلى الصندلي، إلى تركي مرة ثانية، تركي الشمري إلى نايف الصندلي، نايف الصندلي تضيع، ياخذها أشكناني، أشكناني إلى البدر، عبد الله جمال إلى البلوشي، البلوشي أحمد البلوشي، البلوشي إلى أشكناني، إلى الفضلي، الفضلي الفضلي، الله مو معقول يا الفضلي، فارس الفضلي، فارس يا فارس، فارس الفضلي بعد ما حط الثلاثية، ثلاثية التعادل أيضا حط له نقطتين بالإضافي، كرة مع عبد الله المطيري، كرة ياخذها مرة ثانية تطلع الكرة أوت، أوت لمصلحة كار. أحمد البلوشي يمرر إلى أشكناني، أشكناني ما يسجلها، ياخذها بدر العثمان، بدر العثمان مع الكرة، بدر بدر حاول إلى تركي، تركي تمريرة حلوة إلى عادل نافع، يا سلام عليك يا سلام عليك يا عادل يا نافع، يا سلام عليك يا عادل يا نافع، 11 نقطة مسجل لحد الآن عادل نافع، لكن والله كلهم مهمين، 11 نقطة بأوقات حرجة سجلهم عادل نافع لاعب نادي الجهرة، الكرة مع عبد الله السالم، عبد الله السالم، عبد الله السالم، لكن في ريولة لامسة الخط، ريولة كانت على الخط، عبد الله السالم والكرة للجهرة، 82 78 كرة مع عبد الله المطيري، وكرة ياخذها أشكناني،
الى البلوشي، البلوشي تمريره، البلوشي تطلع الكره اوت 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 لمصلحه نادي كارما، اوت لكارما، اوت. كره مع كارما تحت سله الجهره، البلوشي احمد، البلوشي مر الاشكناني، عبد الله السالم الى البدر، البدر البدر يمرر الى الفضلي، الفضلي يحاول يسجل ما يسجلها، هجمه سريعه، العثمان 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 يحط نقطتين، بدر العثمان 17 نقطه مسجل لحد الان، بدر العثمان والكره مع فارس الفضلي. دقيقه و50 ثانيه، 82-80 وفي فاول، فاول فاول، حكم الدولي عبد الرزاق يقول في فاول على تركي، فاول على السبعه، حسبها سبعه على تركي، تركي تركي اذا على تركي يعني خمسه فاول، لكن مو على تركي، مو على تركي الفاول. رميتين عبد الله السالم، الرميه الاولى السالم، تضيع تضيع من عبد الله السالم. الرميات الحرة مهمة، الرميات الحرة الحرة مهمة يا عبد الله السالم، عبد الله السالم، عبد الله السالم راح يرمي الرمية الثانية، ضاعت منه الرمية الأولى، ضاعت الرمية الأولى، عبد الله السالم الرمية الثانية، تضيع أيضا الرمية الثانية من عبد الله السالم، والكرة مع تركي، تركي تركي الشمري، تركي مع الكرة، تركي يهدي، فرق نقطتين 82-80، كارما متقدم، دقيقة و30 ثانية على نهاية الإضافي الأول، تركي 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 ياخذها أشكناني إلى البلوشي، البلوشي أحمد البلوشي إلى أشكناني، أشكناني إلى السالم، كرة مقطوعة، كرة مقطوعة، ياخذها بدر العثمان، بدر العثمان وفي فاول، فاول ورميتين. الرمية الأولى العثمان يسجل الرمية الأولى. عبد الله بدر، بدر العثمان يسجل الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية، تعادل 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 تعادل، شوف التعادل العادل في 82-82، كاظمة والجهرة في الوقت الإضافي الأول بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 76-76، الكرة مع الفضلي، فارس الفضلي، فارس فارس ما يسجلها، عبد الله توفيق، عبد الله توفيق مرة ثانية، فاول فاول على تركي، توفيق السعيد يسجل الرمية الأولى، وأول نقطة يسجلها عبد الله توفيق في المباراة، أول نقطة لعبد الله توفيق السعيد في المباراة، راح يرمي الرمية الثانية، عبد الله توفيق السعيد تضيع، ياخذها أشكناني، ياخذها أشكناني إلى البلوشي، البلوشي البلوشي مع الكرة، فرق نقطة واحدة 83-82، كابا متقدم، البلوشي وتضيع، ياخذها العثمان، العثمان مع الكرة، بدر العثمان، بدر العثمان، كاظمة والجهرة، كاظمة 83، الجهرة 82، 20 ثانية، عادل نافع، الله! قايل لك والله إنه نافع، والله عادل نافع هو النافع، هو اللي نافع، شوف يتقدم الجهرة، يتقدم الجهرة، شوف شوف تميرة حلوة من بدر العثمان إلى عادل نافع يسجل نقطة في الربع الأول، عادل نافع، عادل نافع تضيع 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 من عادل نافع الرمية، والكرة مع البلوشي إلى المطيري، يقدر كاظمة يسجل نقطتين ويتقدم أو يتم دفاع الجهرة قوي ما يسجل كاظمة، البلوشي البلوشي فاول 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 ورميتين في آخر ثانيتين، لكن هذه الرمية هي المهمة، البلوشي يسجل التعادل، يسجل التعادل، يقدر يسجل
نقطة التقدم والفوز، يقدر في آخر ثانيتين يسجل ولا ما يسجل؟ ويسجل البلوشي، يسجل وباقي ثانيتين، يقدر الجهرة يعمل شيء بالثانيتين وتحت السلة يحاول يصوب من بعيد ويصفر، ويصفر الحكم معلن عن نهاية المباراة. 85 كاظمة 84 الجهرة، نقول مبروك لكاظمة وهاردك للجهرة. شفنا مباراة كاظمة مع الجهرة واللي فاز فيها كاظمة على الجهرة 85-84 في الوقت الإضافي الأول. في المباراة الثالثة كانت بين نادي الساحل مع اليرموك. الساحل فريق قاعد يتقدم بقيادة المدرب الوطني وليد الهندي، قاعد يقدم مستويات حلوة، وقدر الساحل يفوز على اليرموك 70-54. خلونا نشوف مباراة الساحل مع اليرموك في دوري الدرجة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الشطي يحييكم من صالة عبد العزيز الخطيب بالنادي العربي لأنقل لكم مباراة الساحل واليرموك في بطولة الدوري العام دوري الدرجة الأولى. الكرة بداية المباراة ويحط له نقطتين حلوة، شوف يوسف الهندي، يوسف عبد القادر الهندي يحط له نقطتين، يحط له نقطتين لفريق نادي الساحل. حمد كاظم إلى عبد الله مرة ثانية، كرة مقطوعة لفريق نادي الساحل. ناصر الفضلي، الفضلي يمرر وهجمة، خلف ويحط له نقطتين حلوة. خلف علي يحط له نقطتين لفريق نادي الساحل. مرة ثانية اليرموك، سعود الفارس يمرر إلى الزامل، حاول يسجل حمد كاظم ويحط له نقطتين حلوة يا الزامل. حمد كاظم الزامل يحط له نقطتين لليرموك، والكرة لمصلحة اليرموك. سعود الفارس، الفارس يمرر إلى حمد كاظم الزامل، حمد يمرر مرة ثانية، نواف عبد الله، سعود الفارس. مثل ما احنا شايفين نشوف دفاع المنطقة، فريق الساحل يلعب 2-3 والكرة مع نمطيري، يمرر إلى نواف والضيع، ياخذها مرة ثانية وتحت السلة ويحط له نقطتين حلوة. حمد الزامل حلوة، حمد كاظم الزامل يحط له نقطتين حلوة يا الزامل، يحط له نقطتين. ناصر الفضلي يمرر إلى خلف علي، الفضلي مرة ثانية، حمد جمعة يمرر ويحاول يحط له ثلاثية وتضيع، ياخذها المطيري، ناصر المطيري يمرر إلى الزامل، هجمة مرة ثانية واليرموك وكرة مقطوعة، خلف علي ويحاول يمر ويحط له نقطتين حلوة يا خلف. خلف علي حاتم حلوة يا خلف، يحط له نقطتين أيضا لفريق نادي الساحل. ويوسف الهندي يا سلام عليك، يوسف الهندي يحط له نقطتين أيضا، هذا أخو الكابتن وليد الهندي اللي هو مدرب نادي الساحل. حقيقة خلال هذا الموسم شفنا فريق نادي الساحل يختلف اختلاف كلي حقيقة، من تطور حقيقة فريق مستوى نادي الساحل بعد غياب طبعا اللاعبين اللي كانوا الأساسيين اللي انتقلوا إلى الأندية الثانية، لكن قاعد نشوف في فريق جديد بقيادة المدرب وليد الهندي اللي فعلا نشوف اختلف وضع الفريق من الموسم الماضي واللي قبله. قاعد نشوف حاليا فريق نادي الساحل قاعد يقدم مباريات حلوة وقاعد يفوز على الفرق الثانية، ولاعبين مثل ما احنا شايفين حقيقة كلهم من الشباب والناشئين. والكرة مع حمد يحاول يحط له ثلاثية ما يسجلها، ياخذها الزامل وهجمة سريعة الفارس ويحط له نقطتين. سعود الفارس يحط له نقطتين. حكم هذا الزامل،
نواف عبد الله يمرر الى الزامل، نواف مع الكره يحاول مره ثانيه الى سعود الفارس، المطيري الله، يا سلام عليك، حلوه ناصر محمد المطيري، حلوه يا ناصر المطيري، حلوه لعبه حلوه من اليرموك، يحط له نقطتين وفي فاول ناصر، وياخذها مره ثانيه الساحل حمد جمعه، حمد يقطعها من الزامل يمرر الفارس الله، سعود الفارس يحط له ثلاثيه، والكره مره ثانيه ناصر ابراهيم الفضلي يحاول يمرر، حمد جمعه مره ثانيه تحت السله، لعبه حلوه وتضيع، عبد الله محمد العتيبي ياخذها مره ثانيه نواف ويحاول يحط له ثلاثيه الفارس يا الفارس سعود الفارس يحط له ايضا ثلاثيه ثانيه سعود الفارس لفريق اليرموك. ناصر الفضلي يمرر الى حمد جمعه مره ثانيه، فارس نصار تحت السله حاول يسجل، ياخذها الزامل، هجمه سريعه اليرموك، الزامل الى مره ثانيه نواف ويحط له نقطتين، شوف هذا اللاعب الزامل، اللاعب رقم 10 علي سعد المعيوف يحط له نقطتين، حلوه يا علي المعيوف يحط له نقطتين لليرموك، والكره مره ثانيه مع الزامل يحاول يسجل ويحط له ايضا نقطتين، حلوه يا المعيوف، حلوه علي سعد المعيوف يحط له ايضا نقطتين لفريق نادي اليرموك، مباراه حلوه بين اليرموك والساحل في دوري الدرجه الاولى للموسم الرياضي 2015-2016، والدوري هالسنه من ثلاث أقسام الدوري، ومرة ثانية يحاول يسجل ويحط له نقطتين، حمد جمعة بدر يحط له نقطتين لفريق نادي الساحل، الساحل هو اللي متقدم وهو اللي أفضل لحد الآن في المباراة، وحمد جمعة ويحط له نقطتين، حمد يا حمد هذا حمد جمعة يحط له أيضا نقطتين لفريق نادي الساحل. حمد الزامل يمرر الى علي المعيوف الى نواف الضيع، ياخذها مره ثانيه فريق نادي الساحل، وهجمه سريعه شعيب وحاول وفي فاول على الزامل شعيب مهنا لاعب نادي الساحل، الرمية الأولى راح يرمي الرمية الثانية، شعيب والرمية الثانية ويسجل الرمية الثانية، والكرة مع نواف يمرر إلى المعيوف، يحاول يمر على السلة، اللاعب فيصل الذياب والضيع، ياخذها مرة ثانية الساحل، هجمة سريعة شعيب الضيع يكملها حمد جمعة يكمل، كرة حلوة لفريق نادي الساحل، والكرة مع فريق اليرموك، يحاول يمرر إلى المطيري على السلة، الضيع ياخذها مرة ثانية اللاعب خلف عبد العزيز مع الكرة، يحاول يمر خلف عبد العزيز إلى شعيب مرة ثانية، حمد جمعة تمريرات سريعة، ومرة ثانية حمد يا حمد ياخذها مرة ثانية شعيب مهنا مع الكرة، شعيب إلى حمد جمعة تمريرات، شوف مثل ما شايفين، سلام عليك، حلوة ضيع من فارس، ياخذها المطيري مع الكرة، ناصر المطيري يمرر إلى الزامل يحاول يمرر مرة ثانية الفارس الفارس يحط له ثلاثية الفارس، شوف الفارس سعود
سعود الفارس يحط له ثلاثية والكرة مرة ثانية فيصل الذياب يمرر إلى نواف، نواف الضيع ياخذها مرة ثانية فريق نادي الساحل الفضلي مع الكرة يحاول يمرر حمد جمعة، حمد يا حمد، حمد يا حمد، يا سلام عليك حمد جمعة، حمد جمعة يحط له نقطتين أيضا لفريق نادي الساحل. مثل ما احنا شايفين الساحل حقيقة هو الأفضل، الساحل هو الأفضل في المباراة لحد الآن، والكرة مع عيسى يحط له نقطتين حلوة. شوف فيصل، فيصل لذياب، فيصل أحمد لذياب يحط له نقطتين لليرموك، مباراة حلوة اليرموك والساحل في دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2015-2016. وحمد جمعة يمرر إلى يوسف الهندي. شفنا مباراة الساحل مع اليرموك واللي فاز فيها الساحل على اليرموك 70-54 في المباراة الرابعة، مباراة العربي مع التضامن، مباراة حقيقة كانت من جانب واحد، العربي سيطر على المباراة وقدر يفوز العربي على التضامن 79-40. خلونا نشوف مباراة العربي مع التضامن. بسم الله الرحمن الرحيم، علي الشط يحييكم لينقل لكم مباراة العربي والتضامن في بطولة الدوري العام للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2015-2016. وبداية المباراة الكرة مع فريق نادي التضامن، حمد شعيب مع الكرة يمرر، كرة مقطوعة ياخذها مرة ثانية، شوف برحمة تمريرة حلوة على السلة والضيع ياخذها مرة ثانية العربي، برحمة مع الكرة، يوسف برحمة يمرر إلى عمران وكرة ضايعة مرة ثانية وهجمة سريعة لفريق نادي التضامن يحاول يمر ويمر ويحط له نقطتين حلوة، نقطتين وفاول حلوة، نقطتين للتضامن في بداية المباراة، شوف نقطتين للتضامن بداية المباراة. الكرة مع محمد سامي إلى برحمة، يوسف برحمة مرة ثانية، محمد القلاف، القلاف مع الكرة، محمد سامي القلاف يمرر، برحمة، برحمة على السلة الضيع من برحمة ياخذها عمران نذير، عمران مرة ثانية، علي صفر، علي صفر ويحط له نقطتين، علي صفر، علي صفر يحط له نقطتين لفريق العربي. رباح الرباح يمرر إلى برحمة، يوسف برحمة مع الكرة، يوسف إلى رباح مرة ثانية، كرة مقطوعة وهجمة سريعة التضامن وعلى السلة وحط له نقطتين، شوف عبد الرحمن فرج، عبد الرحمن فرج لاعب سريع وقادر يسجل في سلة النادي العربي. القلاف يمرر مرة ثانية إلى علي صفر، رباح الرباح، رباح الرباح، محمد سامي القلاف مع الكرة، برحمة، برحمة يمرر إلى رباح يحاول يحط له ثلاثية، رباح أيضا كرة ضايعة مرة ثانية وهجمة سريعة، سامي يمرر وتطلع الكرة أو تطلع الكرة أو لمصلحة العربي. محمد سامي القلاف يمرر إلى برحمة مرة ثانية، تمريرة حلوة تحت السلة ويحط له نقطتين حلوة، شوف نقطتين للعربي. عمران، هذا عمران نذير، عمران نذير كرة مع التضامن، سامي، سامي المجيمي يمرر إلى خالد السلمي، السلمي مع الكرة يحاول يحط له ثلاثية، السلمي ما يسجلها ياخذها عمران إلى برحمة، يوسف برحمة مع الكرة العربي، يوسف برحمة العربي والتضامن في دوري الدرجة الأولى، وعلي صفر ويحط له نقطتين حلوة، علي صفر، علي صفر يحط له أيضا نقطتين لفريق النادي العربي. العربي هو اللي متقدم، العربي هو الأفضل، والكرة مع سامي، سامي مع الكرة يحاول يمرر إلى الحاج، علي الحاج، علي الحاج وفي فاول ورميتين، فاول ورميتين، علي الحاج لاعب نادي التضامن يسجل الرمية الأولى،
الحاج يسجل الرمية الأولى راح يرمي الرمية الثانية، الحاج الرمية الثانية وسجل أيضا الرمية الثانية علي الحاج. كرة لمصلحة العربي، محمد سامي القلاف إلى تسعة باسل المصري إلى محمد سامي القلاف مع الكرة، العربي محمد سامي يمرر، العربي يحاول يسجل، الضيع ياخذها مرة ثانية، التضامن وهجمة للتضامن، علي الحاج علي الحاج علي الحاج، وفي فاول 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 لمصلحة التضامن، فاول لمصلحة التضامن، رميتين علي الحاج، الرمية الأولى الحاج يسجل، يسجل الرمية الأولى علي الحاج للتضامن، راح يرمي الرمية الثانية علي الحاج الرمية الثانية، وأيضا يسجل الرمية الثانية الحاج، العربي مع الكرة محمد سامي القلاف، القلاف مع الكرة محمد يمرر إلى رباح، رباح مرة ثانية إلى علي صفر، التضامن قاعد يلعب، شوف دفاع المنطقة، اثنين ثلاثة مرة ثانية التضامن، الحاج مع الكرة علي الحاج، مباراة العربي والتضامن طبعا مثل ما احنا شايفين من جانب واحد العربي هو الأفضل في المباراة، والكرة مع سامي حلوة، سامي حط له ثلاثية حلوة يا سامي، حلوة حلوة يا سامي، حط له ثلاثية حلوة للتضامن، الكرة مع رباح، الرباح العربي تمريرات شوف سريعة وكرة مقطوعة، سامي يمرر إلى علي الحاج، علي الحاج الحاج مع الكرة يمرر، حاول والضيع ياخذها مرة ثانية برحمة، يوسف برحمة العربي، يوسف برحمة يمرر إلى محمد سامي القلاف، إلى يوسف برحمة، برحمة مرة ثانية القلاف، حاول يحط له ثلاثية والضيع ياخذها اللاعب علي الحاج مع الكرة، يحاول يحط له ثلاثية الحاج، وأيضا كرة ضايعة، كرة ضايعة من الفريقين، والكرة مع التضامن مرة ثانية إلى خالد السلمي، السلمي إلى سامي مجيمي، سامي يمرر الحاج، كرة ضايعة ويأخذها مرة ثانية العربي، رباح الرباح، رباح مع الكرة، رباح يمرر إلى علي صفر، علي صفر ويحط له نقطتين، يحط له نقطتين علي صفر، علي صفر يحط له نقطتين لفريق العربي. عبد الرحمن فرج مع الكرة، عبد الرحمن التضامن، عبد الرحمن فرج حاول يمر، دفاع من اللاعب سيد علي، عبد الرحمن الفرج يحاول يحط له نقطتين، عبد الرحمن ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية يوسف برحمة العربي، برحمة مع الكرة يمرر إلى رباح، رباح الرباح ويحط له ثلاثية، يحط له ثلاثية، رباح الرباح يحط له ثلاثية، حلوة حلوة يا رباح، يحط له ثلاثية، والكرة مع سامي، سامي العربي يمر إلى يوسف برحمة، برحمة يحاول علي صفر، علي صفر حلوة حلوة، علي صفر يحط له نقطتين، يحط له أيضا نقطتين، مثل ما احنا شايفين العربي مسيطر على المباراة، مو معطي فرصة طبعا للتضامن، وأيضا طبعا احنا اليوم أيضا ما شفنا عبد الله الصراف، وما شفنا الفضلي، وما شفنا فهاد السبيعي، يعني العربي مريح لاعبينه وقاعد يلعب مع ملعب اللاعبين الشباب، والكرة مرة ثانية وهجمة سيد علي مع الكرة، سيد علي محمد يمرر إلى باسل ويحط له نقطتين، المصري باسل المصري حلو يا باسل، يحط له نقطتين للعربي. خالد السلمي مع الكرة التضامن إلى علي الحاج، الحاج مرة ثانية يحاول يمر وهجمة، ويحاول مرة ثانية هجمة سريعة، يحاول تشوف على السلة، يحاول يسجل والضيع يكملها، الرباح حلوة، رباح الرباح حلوة، رباح الرباح يكمل كرة حلوة ويسجل
نقطتين. شوف هذا ابو رحمه، ابو رحمه حلوه حلوه، ابو رحمه حلوه يا ابو رحمه، يحط له ايضا نقطتين حلوه، ابو رحمه يحط له نقطتين وايضا في فاول. فاول كره مع التضامن، حاول يمر تمريره الى خالد السلمي، السلمي يمرر الى عبد الرحمن فرج، عبد الرحمن مع الكره، عبد الرحمن فرج يمرر الى كره مقطوعه، هجمه سريعه مره ثانيه وياخذها. شوف اللاعب عبد الرحمن فرج ودخول على السله، عبد الرحمن يا سلام عليك يا سلام عليك، حلوه عبد الرحمن فرج. شفنا مباراه العربي والتضامن واللي انتهت لمصلحه النادي العربي 79-40. هذه كانت اخر فقره في برنامجنا اليوم، برنامج السله في اسبوع، كل اثنين وخميس الساعه 4، ومع السلامه.